أنا اسمي فاتن حمدان عبد المجيد، عمري 45 سنة. ما اشتكتش من ألم العظم قبل كده، بس بقالي سنة بشتكي من ألم في ظهري وفي رجلي وفي ركبي. بصراحة ما كنتش بعرف أعمل شغل البيت ولا كنت بعرف أروح شغلي، ما كنتش بقدر أعمل حاجات كتير قوي. شفت إعلان كورس بيكس فارما في التلفزيون فقلت اجربه. هو المفروض الكورس 3 شهور، انا بقالي شهر بستعمله، بصراحه جايب نتيجه كويسه جدا الحمد لله. انا بقيت احسن وبقيت بروح شغلي وبقيت بعمل كل حاجه الحمد لله. انا بشكر شركه بيكس فارما وبنصح اي حد عنده الام في العظم ان هو يستعمله. انا سامح التوامي، 55 سنه. انا كنت بسوق عربيتي عادي جدا، بروح شغلي وبرجع، بروح مشاوير ثانيه عاديه، ما كنتش بحس باي الم، الا ان من فتره قليله كده حسيت ان انا ركبي بقت توجعني، طرقعه في ركبتي، ظهري بيوجعني، مش قادر افرد طولي. كان الموضوع صعب قوي بالنسبه للسواقه، حتى في المشي كنت بحس بالالم ده، حتى وانا طالع السلم، اثناء طلوع السلم واثناء النزول برضو بحس بالم في ظهري، ركبي بتطرقع. الموضوع كان صعب جدا، كنت باخد مسكنات بس طبعا المسكنات ضاره. حد بقى من اصحابي رشح لي حاجه اسمها بيكس فارما، ده كورس مشيت عليه بقالي حوالي شهرين، الحمد لله في تحسن، يعني انا حاسس بتحسن ومكمل معاه ان شاء الله. دلوقتي بصلي وانا عادي جدا، بركع وبسجد عادي بدون الم لا في ظهري ولا في ركبي. انا بشكر شركه بيكس فارما على المنتج الرائع ده. اهلا بيكم من جديد، وعايزين نسال حضرتك على بالنسبه بقى للناس المرضى، هل بياخدوا الجرعه دي بالشكل اللي هو قرص واحد قرص واحد قرص واحد ولا بياخدوه ازاي؟ بس انا قبل ما اقول بقى للجرعه، لان الشركه لسه بعتها لي دلوقتي ان هم عاملين اوفر 20% اللي ياخد كورس شهرين، وعاملين اوفر 30% اللي ياخد كورس 3 شهور، وفي ارقام تليفونات، وعلى فكره في فريق متخصص بيرد عليهم. تمام، وهننهي بالجرعه طبعا. الفريق المتخصص ده بيرد عليهم، بيسالهم شويه اسئله، وعلى فكره بيتعمل لاي حد من الساده المشاهدين فايل كامل، وبيبقى فيه متابعه كل 15 يوم بيحصل تليفون والكورس وصل لحد فين وكده. يبقى الشركه النهارده بتقدم عرض لمده اللي بياخد كورس شهرين بياخد ديسكاونت 20%، تخفيضات 20%، اللي بياخد كورس 3 شهور بياخد ديسكاونت 30%، وعلى فكره سعر الكورس مور اكونوميك، اقتصادي جدا ويناسب جميع افراد الاسره، مور اكونوميك بدرجه حضرتك لا تتخيليها، والمشاكل اللي بيحلها فعلا. عايز اقول انا عايز اشكر شركه بيكس فارما بقى، انا هنا بشهد شهاده محايده ان هي بتدي سعر مناسب، سعر مناسب لجميع افراد الاسره. حضرتك اثرتي على الجرعه بقى. ايوه، لو انا حد جرعه وقائيه، يعني انا خايف اشتكي، بدي قرص قلب منتفيد بعد الفطار مع قرص فيتا بيكس اللي هو فيتامين د، وبدي قرص بعد الغداء كالسيوم، وبدي قرص واحد جوينت بيكس بعد العشاء قبل النوم، وبدهن مره الصبح ومره بالليل. طب لو انا عندي بشتكي، على فكره نسيت اقول لك كمان من الحوار اللي حصل قبل الحلقه، قال لك انا بسمع صوت طقطقه، انا عايز اقول له بقى ان انت داخل في خشونه، تيك كير، انت لازم تاخد الكورس ده من دلوقتي. الكورس ده هو مخصوص لان الطقطقه، لان خلي بالك الطقطقه دي هي مقدمه لخشونه الركبه، نقول مفيش مشكله. هتقول معاك المره الجايه. طب هو بقى للاخ اللي بيشتكي من طقطقه الركبه ده، ياخد قرص ايب مالتيفيت وقرص فايت وقرص فيتا بيكس بعد الفطار، قرصين بعد الفطار، ده هو بيشتكي وعنده نقص فيتامين د، وبياخد قرص كالسيوم بعد الغداء، وقرصين جوينت بيكس بعد العشاء. ايوه، وزي ما اتفقنا اللي بياخد كورس لمده شهرين، جرعه شهرين بندي له ديسكاونت 20%، 3 شهور ديسكاونت 30%، وارقام التليفونات موجودين على الشاشه، واتفقنا ان فريق متخصص. انا خلي الفقره الجايه عايز بقى ننهي لسه قدامنا وقت ولا خلاص خلصنا؟ عندنا وقت ليك، عندنا وقت طبعا. لا انا بتكلم في الحلقه دقيقه دقيقه بسرعه بس. القلب مالتيفيت اصل انا بابا نقول ليه؟ لان هو فيتاميناته معادن، فيه الكالسيوم اللي احنا بنشتكي ان احنا عندنا شرشف في العظام، في فيتامين زال والزنك اللي هما بيقوي المناعه ونضاره البشره على فكره وصحه الشعر، في كمان مجموعه فيتامين بي للناس اللي هي بتشتكي من الام الاعصاب والتمثيل الغذائي، مجموعه فيتامين بي كلها بي 1 و2 و3 و5 و12، كمان في الفوليك اسيد للناس اللي بتشتكي من الانيميا، وفي النحاس اللي هو بيقوي المناعه وبيقلل من اعراض الشيخوخه. وانا خلصت. انت خلصت خلاص؟ خلاص. احنا والله عايزين نخلص، احنا انا مبسوطه جدا ان احنا بنتكلم في حاجه مهمه، فيها يعني مهمه لناس كتيره جدا انهم يبقوا عارفين ان في فيتامينز وان اسعارها كويسه. انا بتكلم بجد دلوقتي بحقيقه، يعني لان انا عارفه كويس ان الناس بتسعى انها تجيب فيتامينز من بره مصر. انا بقول لهم يعني من موضوعي هذا برضه بالنسبه للفيتامينات الخاصه بينا احنا في مجال العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري وحتى الحوامل وكده، اشتروا فيتامينات المصري. انا عايز بس اقول حاجه، لما هنخلص زي علامه قدام حضرتك وحضرتك تقتنع بالكورس، انا كده الحمد لله رب العالمين. لا اشكرك جدا، خلينا ساعدنا الناس. لا الله يخليك، اشكرك جدا جدا.